مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته الـ 22 لأول مرة الجامعة الألمانية بالقاهرة بتشارك كواحدة من الرعاة الرسميين لكايرو آي سي تي 2018. سيدي أنا أرحب بكم في هذا الملتقى السنوي الذي يضم حشدا مميزا من رواد قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة والعالم. المكان اللي احنا فيه ده اسمه Innovation Arena. احنا we are trying to help people to innovate, to change the image اللي هم واخدينها ان هم يشتغلوا بتكنولوجيز قديمة تكنولوجيز جديدة. التفاعل كان ممتاز, شفنا طلبة كانوا GCN زمان ودلوقتي أصحاب شركات كانوا قاعدين وحاضرين وبيشجعوا, كانت حاجة جميلة جدا. المفروض انت تعمل product قوي enough ويبقى عندك knowledge enough ان الناس لما تشوف product تحس انا هروح ب10 جنيه زيادة في جيبي بالليل, فساعتها I will go for it. جي سي دايما مهتمه بالانوفيشن, ده بنعتبره في الجي سي وعندنا بالذات في اي اي تي بنعتبره واحده من التاسكس الاساسيه بتاعتنا ان احنا نشجع الولاد على ان هم يبقوا مور انوفيتيف, يقدروا برودوس ذير اون تكنولوجي, يقدروا دي كام اب وذ نيو ايديز اند سو اون. اهميه ده بالنسبه لكم ان انت ان اوردر تو بي ان ذس سايكل, عشان تبقى موجود جوه الدايره دي لازم تعرف شويه معلومات. كاربولينج ابلكيشن بيعمل ايه؟ بيخلي صاحب العربيه يكسب فلوس. انت لما بتيجي تعمل حاجه لاشخاص من ذوي الاعاقه, انت مش بتعملها لاشخاص من ذوي الاعاقه بس, انت بتعملها للمجتمع كله. المرجع وي كونكت يوز تو زيرو دريمز, فبيجي على موقع الكتروني بيحصل عليه اكستشينج او مقايضه. انا غاليه سعيد, انا ماستر ديجري من الجي سي, ده التيم بتاعي في ايفنتي. انا البروجكت بتاعي up to now chosen في التوب 20 innovative projects in Egypt, وقابلنا سيد الرئيس امبارح وكان بالنسبه لي اكسبيرينس حلوه جدا. تخيلوا كده لما اي حد بيحتاج يحجز سيرفيس عشان يعمل بيها ايفنت, فاحنا عملنا ايفنتي ماركت بليس اونلاين يخليك تحجز ايفنت سيرفيسز وايفنت برودكت. انا حسين محي الدين, اتخرج من الجي سي 2008. عندنا ستارت اب اسمها روباستا. روباستا شركه بتشتغل على ديجيتال ترانسفورميشن بروجكت. احنا النهارده البرزنتيشن كنت بتكلم على توب 10 ميث او ميس كونسبشنز الناس بتقع فيها لما بتيجي تعمل تك ستارت ابس. وجود الجي سي النهارده وان احنا نقدر وي كونتريبيوت اند وي شير اور ستوريز مع الناس اللي بتحضر اي سي تي از ا جريت اوبورتونيتي. اكيد النهارده احنا بنحتفل ان احنا بنطلق جوجل ترانزيت مابس لاول مره في مصر, ودي الاول مره يمكن في الشرق الاوسط.